عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة أبواب الثقافة، أهلا بكم من جديد. شاهد امرأة كانت تصلي وتركت باب الغرفة مفتوحا، انظر ماذا حدث معها. بداية ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي الركن الثاني بعد النطق بالشهادة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلم بالصلاة في كل أحواله، سواء كان صحيحا أم مريضا، وسواء كان مسافرا أو مقيما، وسواء كان شاعرا بالأمان أو الخوف، فهي لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، وإثم تركها عظيم. فهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة عندما يقف أمام الله ويحاسب على أعماله، حيث يقول العلماء أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. ومن المعروف أن أكثر الصلاة أجرا للمسلم هي التي يؤديها في ليلة القدر، ففي هذه الليلة المباركة تتنزل الملائكة بالرحمة والرأفة على عباد الله والقائمين بالليل والتالين للقرآن والمصلين والناس نيام. ولذا أرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بفضل القيام في هذه الليلة المباركة، فكما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المرأة التي تظهر معنا في الفيديو كانت تواظب على الصلاة في وقتها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، ولكنها في ليلة 27 من شهر رمضان، والتي اعتبرها الكثير من العلماء أنها ليلة القدر. وفي هذه الليلة قامت هذه السيدة بالصلاة طوال الليلة دون انقطاع، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر دون انقطاع أو تعب أو ملل. وقام زوجها بوضع كاميرات في غرفتها ليراقب ما ستقوم به ليفاجئها فيما بعد. ولكن هنا تحدث المفاجأة، عندما شاهد الزوج التسجيل لاحظ أن هناك شيئا غريبا يظهر في الفيديو، فقد لاحظ أن هناك رجلا يرتدي ملابس بيضاء يفتح الباب بهدوء ويقترب من زوجتها التي تصلي، واقترب من رأسها، وكان هذا الرجل يرتدي ملابس بيضاء ولا تظهر ملامح وجهه، وظل يقترب هذا الرجل من رأسها وهي ساجدة، وعندما قامت من سجودها انصرف واختفى بهدوء تام دون أن تلاحظ هذه السيدة أي شيء. وقد قال بعض الأئمة الذين شاهدوا الفيديو الذي عرضه عليهم الزوج أن زوجته امرأة صالحة كانت تذكر الله تعالى دائما ومواظبة على الصلاة في وقتها، وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى يرسل لها ملكا يصلي ويسلم عليها، لأنه كان معروف أن في ليلة القدر تنزل الملائكة بالرحمة والرأفة على عباد الله، فلا يتبقى بقعة في الأرض إلا فيها ملك ساجد أو قائم في هذه الليلة يدعو للمؤمنين والمؤمنات. وفي النهاية الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.